هل إعطاء القليل من الطعام أو المال لعمال النظافة في الفندق والموظفين يعتبر من الرشوة؟ إذا كان تعطيهم من أجل أن يقوموا بتنظيف محلك هذا هي الرشوة، لأن لهم راتب من الجهة التي يعملون فيها، يجب عليهم القيام بالعمل دون أن يأخذوا من الناس شيئاً. الذي لا يقوم بعمله وتنظيفه إلا إذا أعطي هذا رشوة، وأنت تساعده على هذا العمل الباطل فلا تعطيه. أما إذا نظرت إليه على أنه محتاج، رأيت عليه الحاجة والفقر وأعطيته لفقره، ما هو من أجل عمله، من أجل عمله عندك أو أعطيته لفقره، فهذا طيب.